السلام عليكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا من ولاية سطيف. مجهولون يطلقون النار على صاحب محل مجوهرات باستعمال سلاح ناري بقلب مدينة بيضاء برجة. الجنات فروا إلى وجهة مجهولة. صاحب المحل تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة. العصابة دخلت للمحل قصد سرقته، غير أنهم تعرضوا لمقاومة شديدة من قبل صاحب المحل ورفيقه، ما جعل العصابة تطلق عيارات نارية باتجاه صاحب المحل فأصابته إصابات متفاوتة الخطورة ونقل على إثرها إلى المستشفى سلامات إن شاء الله. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو اتركوا لنا تعليقا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد، وإلى فيديو آخر دمتم في رعاية الله وحفظها.